الكومبينيشن بتاع الماسكرو سكليتال سيستم بالنسبه للكلينيكال سكيلز. طبعا يا اولاد احنا هنتكلم عن الانسبكشن والبلبشن، الحاجات دي موجوده عندكم في التشيك ليست. تقعد تبص السويلنج السيمتري مش عارف ايه، ها انفلاميشن ريدنس هوتنس الكلام ده ايه، مفيش ده عليه. احنا اللي يهمنا الجزء بتاعنا، طبعا ده انت هتقراه في الورقه مفيش مشكله، يعني انا هقدر اشرح لك اقول لك هنا في انفلاميشن او في كذا او في سيمتري، ده الكلام ده يتقرا. يهمنا اولاد الرينج اوف موفمنت، الرينج اوف موفمنت. وفي تيست اولاد مهمه اللي هي بتاعت المينيسكاي والليجامنتس بتاعت الني جوينت. فاحنا اولاد لو خدناه نفتكر مع بعضين، انتوا عارفين الكلام ده ونفكركم بيه. لو جينا نتكلم اولاد عن رينج الموفمنت بتاع الموفمنت بتاع كل اجزاء الجسم نتكلم مع بعض كويس. فاحنا هنبدا هنا اولاد، مثلا لو انا جيت في النك كده في السيرفايكال سباينز فقرات العنقيه، ونبدا نتكلم مع بعضينا ونشوف. خلاص يا اولاد انا هعمل الاكشن وتقولوا لي ايه اللي انا بعمله دلوقتي. انت بتسال البيشنت طبعا، بتشوف الرينج اوف موفمنت وبتساله. فلو انت قلت له يعمل ان هو موف الهيد دي كده، الحركه دي اللي احنا بنسميها يا اولاد فليكشن، يبقى فليكشن ان هو يدي رقبته. خلاص يا اولاد، طبعا عشان انت بتفحص ماسلز اللي بتعمل فليكشن. طيب لو انا سالت اولاد انه يفرد راسه كده ده يا اولاد اكستنشن، برافو عليك، يبقى في فليكشن وفي يا اولاد اكستنشن. طيب بص، لو انا سالته ان هو يجيب التشين اللي هو الخد بتاعه ده اولاد بالكتف ده كده روتيشن، دي بيسميها اولاد ايه؟ لاترال روتيشن، بيسميها اولاد لاترال روتيشن. معايا؟ تاني مين هيقول لي ايه الاكشن ده يا اولاد؟ فليكشن، عشان انت بتفحص الماسلز بتعمل فليكشن. طب لو عملنا كده اولاد اكستنشن، طب لو طلبت مني اعمل كده لاترال روتيشن، طيب لو انا عملت كده لاترال بندنج، لاترال بندنج او لاترال فليكشن. خلاص يبقى دي الموفمنت اللي انت تقدر تعملها بالنسبه يا اولاد للنك والسيرفايكال فيرتيكا، واضح كده؟ طيب لو انا جيت يا اولاد بالنسبه للشولدر جوينت، انا عايز افحص الماسلز اللي بتعمل فليكشن، فانا هساله نعمل ايه يا اولاد؟ فليكشن. فالفليكشن بتاعي ان انا اعمل انجل اهي، يبقى كده يا اولاد انا بعمل كده يا اولاد ايه؟ فليكشن. لو انا هخليه يرجع لورا كده بقى يا اولاد ايه؟ اكستنشن. معايا يا اولاد؟ تاني مين يقول لي كده يا اولاد؟ فليكشن. وكده اكستنشن. طيب لو انا بقى عايز اشوف الابدكشن، انت عارفين اولاد كده لغايه كام؟ 15، وفي كتب بتكتبها ل 18 ماسل اللي بتعمل لها سوبرا سباينال، لغايه 90 عشان تشوف الدلتويد. خلاص طب لو طلبت ان هو يرفع ايده فوق راسه، ابدكشن اباف الهيد، حد فاكر كام ماسل بيعملوا كده اولاد؟ سريتس انتيريور، ترابيزيس الابر بارت بتاعها، والسريتس اللور بارت عشان بيخلوا الاسكابلا تلف للخارج، تلف لاترالي لبره كده. خلاص كده اولاد. طب لو انا عايز اعمل سيركمدكشن بنعمل ازاي يا اولاد؟ دي كومباينيشن فليكشن واكستنشن وابدكشن. ويا اولاد ابدكشن لغايه كده اوكي. تاني لو انا دلوقتي انا عايز برضو الحركه، انتوا بقى تشيكوا معايا كده، انا مش عامل بالترتيب، انا عامل كده بخلي يلمس طيب لو عملنا كده اولاد او بسميها لاترال فليكشن. طب وكده فليكشن وكده طيب انا هنعمل كده اولاد فليكشن وكده اكستنشن. طب كده اولاد ابدكشن 18 ل 15 90 ولو فوق الراس كده. طيب طب انا اولاد لو خليته، مين الماسل اللي بتعمل بروتراكشن؟ عارف كلمه بروتراكشن؟ عارفين يعني يا اولاد؟ تو موف فورورد، تحرك لقدام. ايه دي بروتراكشن؟ بروتراكشن بس حاسس الماسل بتراليز ماينر بتعمل. طب اولاد اللي تعمل ايه لورا؟ باكورد موفمنت، باكورد يعني ريتراكشن. يبقى بروتراكشن ات مينز موفمنت فورورد، ريتراكشن موفينج باكورد. زي في الفك يا اولاد، لو انا عايز اعمل كده ده بروتراكشن، ارجعها لورا تبقى ايه؟ ريتراكشن. يبقى كلمه بروتراكشن يا اولاد تو موف فورورد، ريتراكشن تو موف باكورد. غلط كده اوكي. طيب لو كنا اولاد للالبو، القلب اولاد فيه كام موفمنت بتحصل هنا؟ هي اثنين، تو ميك ان انجل لفليكشن، ها تو ستريت لاكستنشن، صح؟ حد فاكر نوع الجوينت دي ايه؟ القلب دي هنج، هنج هنج زي ما فصلت الباب. خلاص تعالوا بقى للريست. الريست اولاد باي اكسيال فيها تو اكسس موفمنت، واحد ايه لونجيتيودنال واحد هوريزونتال. فاحنا لو جيت اولاد الريست هعمل الاكشن دي، انتوا هتقولوا لي دي ايه؟ فليكشن. وكده اولاد طب لو قربت من الجسم ادكشن، بعدت عن الجسم ادكشن. تاني يبقى انا اللي عملت كده فليكشن وكده
طب لو قربت من الجسم ادكشن، بعدت عن الجسم. طب في الفور ارم يا اولاد، انا ايديا بص هتلف ازاي الفور ارم؟ بتلف كده برونيشن. دي الاول ميديا روتيشن ولا لاترال روتيشن؟ ميديا. ميديا روتيشن الاكسبريشن بتاعها الاصح يعني اللي احنا بنديه برونيشن، هي هي طبعا. ولو بصيت لبره كده اولاد لاترال روتيشن تبقى ايه؟ سوبايناي. ودي بتحصل في الراديو النار جوينت زي ما انتم عارفين. خلاص. طيب بالنسبه اولاد للصوابع، الاكسس بتاع الموفمنت في الصبع الوسطاني ده مش كده؟ لو انا خليت الصوابع تبعد عنه كده اسمها ايه؟ ابدكشن. لو قربت ادكشن. ها ابدكشن وكده يا اولاد ادكشن. طب بالنسبه للصبع الكبير يا اولاد لو انا عملت كده فليكشن كده. طب لو قربته من الصبع الثاني كده ابدكشن. طب لو عملت كده اوبوزيشن. طبعا انت بتسال عشان تفحص الميديا النيرف اللي بيعمل اوبوزيشن مش كده؟ هو اللي شغال على السينا الماسلز. فهمتونا يا اولاد؟ يبقى دي كل طبعا بكرر تاني يا اولاد كلام الانسبكشن انك تشوف فيه انفلاميشن، في سويلنج، ها في حاجه ديفورميتي، في كلام كله ده ارى مفيش مشكله وبالبيشن تحس بالسباين وي وي وي. انا مهمني الرينج بتاع الدكتور هيسالك ازاي تخليه تفحص الفليكشن او الاكستنشن الكلام ده تبقى انت ايه فاهمين. خلاص كده يا اولاد بالنسبه للابر ليمب واضح كده؟ في حاجه مش واضحه؟ واضح. طيب تعالى اولاد بقى بالنسبه للترانك بتاعي وللثراسي فيرتبري، لو انا دلوقتي عايز افحص طبعا كل الحاجات دي بتتعمل عن طريق سكليتال ماسلز ايا كان بقى الماسل مثلا دلتويد فاهمني ازاي هنا ها، وتبقى انت عارف النيرف سبلاي بتفحص كله. طب انا اولاد لو انا جيت وضع الركوع ده كده يبقى انا دي اسمها ايه يا اولاد؟ فليكشن مش كده؟ وكده اولاد ايه؟ اكستنشن. طب لو عملت كده لاترال فليكشن دي اللي انا اقدر ايه اعملها مش كده اولاد؟ وروتيشن طبعا اولاد ها ديت اللي ايه روتيشن. طب تعالوا معايا يا اولاد بقى في الهيب جوينت. الهيب جوينت انا ممكن اعمل فليكشن، ممكن اعمل اكستنشن، ممكن اعمل ابدكشن، ممكن اعمل ايه يا اولاد ابدكشن، ممكن ميديا لاتر روتيشن، وممكن اعمل كمان اولاد سيركمدكشن. طب لو انا عملت كده اولاد يبقى اسمها ايه هنا بالنسبه للهيب؟ ها يبقى هنا اولاد الايه؟ فليكشن. لو انا فردت كده طب لو انا فتحت رجليا كده اولاد ابدكشن كده، وهنا اقدر اعمل سيركمدكشن كمان زي الشولدر عشان دي بول اند سوكت مش كده اولاد؟ طب لو انا عايز اعمل ميديا روتيشن حطني هنا وبطني في الني وخلي ايه اولاد الساي بتاعي يلف للداخل مش كده؟ طب لو اللاترال اخليه يبص للخارج. شو تسمى هذه الحركه يا فندم؟ الحركه اللي قبل شوي ايه دي؟ ما دلوقتي انا عملت كده وخليتها تبص ميديا للسايبه يا اولاد ميديا روتيشن، ولو عملت بره كده لاترال روتيشن. تاني يا اولاد مين شاطر يقول لي انا هعمل الاكشن دي؟ ابدكشن وكده؟ ابدكشن. طب وكده يا اولاد؟ وكده؟ طب وكده بقى يا اولاد؟ سيركمدكشن. انما لو عملت كده ميديا روتيشن وكده؟ طيب بالنسبه للني يا اولاد في طبعا ايه يا اولاد؟ فليكشن ها اكستنشن. طب اولاد بالنسبه للفوت لو انا اخليه يعمل الفوت بتاعته السول بتاع الفوت تبص لتحت دي اسمها يا اولاد لانتر، يعني زي ايديا كده الفوت عملت كده اولاد تبقى اسمها ايه؟ لانتر فليكشن. ولو طلعت لفوق دورس فليكشن. مين الاسم الجوينت اللي هيحصل فيها الكلام ده كله؟ انكل. طيب لو انا خليت اولاد السول بتاعي بص للداخل كده اهو انفرشن، بصيت يبص للخارج انفرشن. مين يقول لي اسم الجوين؟ ساب تيلر وتيلو كالكينيو نافيكولار. تيلو كالكينيو نافيكولار بين الهيد اوف تيلس وبين النافيكولار ها والكالكينيوس اللي هو الساستاكلم تلاي بتاع. لازم اولاد تقولها كده وتسالوا فيها في النظر عندنا كمان هي ترانسفيرس او سنترال. تيلو كالكينيو ونافيكولار وساب تيلر. ساب تيلر بين الانفيرور سيرفيس بتاع التيلس والسوبيرور سيرفيس بتاع الكالكينيوس، وده تسالوا فيه حتى في الاند اوف ذا بلوك يسالك وبتتلخبطوا فيها الدورس فليكشن والبلانتر فليكشن. ده اولاد الفوت بتاعتي هتبص لتحت كده يبقى اسمها ايه يا اولاد؟ بلانتر وكده. طب لو خليتها بس توصل للداخل وللخارج مش كده؟ مين شاطر يقول لي مين الجوينت اللي يحصل فيها انفيرشن وايفيرشن؟ سب تيلر او تيلو كالكينيو نافيكولار مش كده اولاد؟ تيلو كالكينيو نافيكولار. تيلو دي ثلاث حاجات الهيد واخدين بالنا بتاع التيلس، تلاقي قدامها النافيكولار بون تخش فيها وتحتهم اولاد ايه؟
كالكينيوس، يبقى اسمها تيلو كالكينيو نافيكو. ده يحصل فيها انفيرشن وايفيرشن. جيبها لكم في الامتحان، اقول له الانفيرشن بيحصل فين، يقول لي في الانكل جوين. صح الكلام ده؟ خطا. لازم تقول لي في التيلو كالكينيو نافيكولار وايه السب تيلر جوين. سب تيلر يا دوبك بين الانفيرو سيرفيس بتاع التيلس والسوبيرو سيرفيس بتاع الكالكينيوس كده. انما الثانيه ثلاث اجزاء، الهيد بتاع التيلس، النافيكولار، وكمان من تحتهم اللي هو الكالكينيوس. فالكلام ده مهم يا اولاد. طب بالنسبه للتوز بتاعت رجلك، لو احنا خليناهم عملوا كده يا اولاد ايه فليكشن، وكده يا اولاد ايه اكستنشن، برضو فتحناهم عن بعض يبقى يا اولاد ايه ابدكشن، قربناهم يبقى يا اولاد ابدكشن. دي الموفمنت اللي بتحصل. بكرر تاني يا اولاد، انت لازم بتشوف الانسبكشن. انتوا عارفين الانسبكشن اكتر مني، هتشوفوا ايه اذا كان في سويلنج، اذا كان في ريدنس، ها ديفورميتي، اسيمتري، الكلام ده كله. بالبيشن طبعا بتشوف التندرنس زي ما انت بتقول، بتشوف اذا كان في سيستيك سويلنج، اذا كان في ديفورميتي، اذا كان في بروجكشن، الكلام ده كله. والرينج اوف موفمنت احنا قلناها دي. في اولاد بس نقطه مهمه اولاد، عشان الني جوينت دي مهمه وكومن وبتحصل الاصابات فيها. احنا عارفين اولاد الني جوينت ان فيه منيسكس، فيه كارتليج. طبعا احنا قلنا اولاد اي ساينوفيال جوينت بيبقى عليها كارتليج عشان يمنع الفريكشن بين العظم. فالتيبيا على الابر سيرفيس فيه كارتليج، الكارتليج اسمه منيسكس، ميديال منيسكس ولاترال منيسكس. ده بيخلي طبعا بيمنع الفريكشن بين العظم وبعضيه، وفي نفس الوقت بيخلي الجوينت دي عشان تمسك في بعض كويس، يبقى ده المنيسكس. والكوندايلز بتاعت الفيمر يا اولاد عليها كارتليج مش كده، ويحكوا في بعض. لما بيجي بقى يحصل مع الوزن الثقيل ومع الحركه كتير والكلام ده كله، الاوستيو ارثرايتس اللي انتم بالعربي تسموها خشونه في المفاصل، بتيجي ازاي؟ الكارتليج ده بيتاكل. مين يبدا بقى لما الكارتليج يتاكل؟ مين اللي هيتحكم في بعض يا اولاد؟ البون. تديك الم بقى، تلاقي رجلك بتطرقع، تبدا تتعسلم، تقلمك، والستيفنس، واخد بالك، تيجي تقدر تقعد في التشهد ما انتش قادر، الكلام ده كله. فمهم جدا وجود الكارتليج. طيب في نفس الوقت انا عندي ليجامنتس عشان سبورت، انتوا عارفين الليجامنتس يا اولاد، احنا عارفين اللي هو الاستابيليتي بتاع اي جوينت، ماسكولار فاكتور، بوني فاكتور، وليجامنتس فاكتور. ماسكولار اللي هي المسلز اللي حواليه، البونز يا اولاد، البونز طبعا شكل البون، كل ما طبعا تبقى يعني دي بتخش في بعضها كويس هتبقى ستيبل. كمان بقى الليجامنتس يا اولاد، الليجامنتس لو ليجامنتس من الكبسول، يعني السيكنج من الكبسول ده بيسموه انترنال ليجامنت، لو بره الكبسول بيبقى اكسترنال ليجامنت. فانا عندي هنا اولاد في الرباط الصليبي، الكروشيت، انتير كروشيت، ده مهم جدا. وفي ليجامنت اولاد مثبته لك الفيمر في التيبيا بيسموها ميديال كولاترال ليجامنت او تيبيا كولاترال ليجامنت، وفي واحده من هنا اولاد بيسموها ايه، تي الفيبيولار كولاترال ليجامنت او لاترال كولاترال ليجامنت. دي اللي انا عايزكم تعرفوا فحصها. دي عايزين نفحص المنيسكس، يعني واحد شاكين بيلعب كوره، واحد راح ايه خبطه، واخدين بالنا اولاد مين اللي مور لايبل انها تتكسر اكتر، الميديال ولا اللاترال؟ ليه؟ الميديال منيسكس اولاد ماسكه في الليجامنت، فسهل قوي انها ايه مع اللف وكان تتكسر. انما اللاترال مش فيكسد، مش ثابته في الليجامنت، وبالتالي بتبقى اقل شويه. خلاص. وطبعا على حسب الاصابه، انت بتلعب واحد راح خبطك من هنا ولا من هنا، فعايزين نتاكد. فدول بقى في ثلاثه تيست يا اولاد، اللي هو بيسموه دروور تيست والمكموري ده، واللي هو قبله. فاحنا عايزين بس حد مشكورا يجي يتطوع ويجي هنا اهوت علشان نعرفكم ازاي بيتعمل ده. بالظبط. انا عايز واحد رفيع عادل. يا اولاد الاول استنى بس يا عم لحظه. دلوقتي يا اولاد الرينج بتاع الموفمنت ده فيه مشكله؟ اظن واضح. والانسبكشن والبلبش الكلام ده هتقروه وتفهموه. انا عايز بس الثلاثه تيستس بقى اللي يهموني دول، تعرف بيتعملوا ازاي وايه السيجنيفيكانس بتاعه. الريديس والانا نفس اللي قبل شوي، عشان الريديس يكسر اكثر عشان في كارت مربوط بالكارتريج ولا الايه؟ الريديس والانا مالها؟ نفس القضيه اللي قبل شوي، يكون الريديس يكسر اكثر لانه مربوط بالكارتريج. لا وزميلك بيقول حتى ممكن يجي سؤال، لو انا وقعت على الاوت ستريتشد هاند كده وقعت ورحت واقع كده كويس، اي عظمه ممكن تتكسر ما عدا الالما. ليه؟ لانه
ما شبه ممكن الريديس تتكسر، ممكن الهيومرس تتكسر، ممكن الكلافيكل تتكسر. ليه الأرنا ما تتكسرش يا ولاد؟ علشان هي مش شاغلة أو مش داخلة في الريست فورميشن، ريست جوينت فورميشن. الريست جوينت معمولة بين الكاربال بونز والديستال اند بتاعت الريديس. واخدين بالنا يا ولاد؟ فالأرنا مش شاغلة. يبقى البودي ويت او تعرف الفورس بتاعت الوقعه بتاعتك دي هتتنقل ايه، للريديس ولا للانا؟ للريديس. ومنها للهيومرس ومنها للكلافيكل. يعني ممكن تقع على ايدك كده اهو والكلافيكل اللي تتكسر، انما الانا لا. فسببها انها مش مشاركه في الفورميشن بتاع الريست جوينت، وبالتالي مش هيتنقل لها يا اولاد الفورس بتاعت الايه الشوك اللي انت خدتها دي. خلاص يا اولاد؟ اي دكتور يسالك يقول لك ازاي تفحص الفليكشن بتاع الجوينت الفلانيه، الاكستنشن، ابدكشن. ما شاء الله انتوا واخدينها في الاناتومي وخدتوه معانا هنا وعدناها كمان. انا عايز بس الثلاثه تيستس دول يا اولاد مهمين، الله يكرمكم، لازم تعرفوهم وسهلين. مين هيتبرع ويجي يا اولاد؟ يلا عشان ما تضيعوش وقتكم، عشان عندكم بي دي ال هتنام على ضهرك. اي تمام، خل بص يا اولاد، المشكله بس كان عايز ارجع ورا المايله عشان اشوف اكثر. بص يا اولاد، اول تيست يا اولاد، انا كل التيست اللي اعملها دي سيبه كده عشان يا اما لفحص المينسكاي منسكاس او الليجنس اللي هي الميديا كولاترال او التيبيا كولاترال والتيبيا. في اول فحص يا اولاد اللي هو دروور ساين تعملوا ازاي يا اولاد؟ طبعا هتقدر ترجع لورا شويه معلش. اللي بتخلي زي ما زميلك عامل كده اولاد بيعمل فليكشن، بس الفليكشن يبقى 90 درجه. يبقى كام درجه اولاد؟ اسمع معايا، 90. طبعا هو كده اقل، بس احنا مثلا هنفترض ان هو عملها 90، يعني ان دي 90 درجه. يبقى اول حاجه في اولاد في الدور ساين تخليه يعمل فليكشن للني كام درجه؟ 90. خلاص كده اولاد، وبتروح قاعد على رجله. انا بس انا بقعد كده طبعا ساند، بس مش قاعد يعني سندتها كده خلاص، وبسند بايديا كده اولاد هنا عند الني. انا قاعد بقى وببدا اولاد ايه، طبعا انا قاعد هنا عشان اثبتها، وابدا اولاد احرك الليج بتاعتي فورورد كده. فمش انا بعمل ازاي؟ فلو انت عندك الانتير كروشيت اولاد مقطوع، الانتير الغطس اللي بالامام مقطوع، تبص تلاقي رجله حصل لها ديسبيسمنت طلعت لقدام. اظن كده سهل. طيب والعكس، لو انا زقيت لورا رجله ما بتتحركش اهي، انما لو البوستيريور كروشيت مقطوع اولاد هتلاقي رجله ايه، ترجع يحصل لها ديسبيسمنت ورا شويه. تاني يا اولاد، العيان هيبقى نايم فليكشن في النيه كام درجه؟ 90. وهتعمل ايه يا اولاد؟ هتقعد على ايه المشط رجله كده بسيط على الفوت سنيت، وهتثبت هنا عند النيه، وبتحرك بايه، تحرك فورورد. لو حصل يا اولاد المفروض ما تحركش، لو لقيت الرجل بتطلع معاك ديسبليس لقدام يبقى انه انتير كروشيت ولا ايه، انجري. طب لو انا زقيت لورا وحصل لها ديسبليسمنت يبقى يا اولاد خلاص كده. طب ديت واحده، دي اسمها يا اولاد درور ساين. سهله ولا صعبه يا اولاد؟ مين يقول لي بتتعمل ازاي؟ هنايم البيشنت فليكشن كام درجه؟ 90. هقعد على رجله اسندها واثبت الني بايد، وبالايد الثانيه اعمل فورورد ديسبليسمنت وباكورد ايه ديسبليسمنت. المفروض لا تتحرك كده ولا كده، لقيتها بتطلع معاك يبقى دي كروشيت مقطوع. خلاص. تاني واحد اولاد المجموري بقى، بص ده مهم جدا، وهو نايم كده هروح تاني رجله واتنيها كمان هنا. شوف اولاد، انا عامل فليكشن للهيب وعامل النيه جايبه عند بطن. خلاص، خد بالك انا في الليج هعمل ايه يا اولاد. انا لو عملت رجل انتوا اللي هتقولوا لي انا عملت كده ولا لا، لاترال روتيشن ولا ميديال؟ برافو عليك. ولو عملت كده ايه ده في الليج؟ طبعا بتوع الكلينيكال بيحبوا يسموا اللاترال روتيشن اكسترنال، هي للخارج، والميديال يبقى ايه انتر. خلاص، فانا عايز افحص الايه المينسكاي بتاعته. بص يا اولاد، فانا هعمل، خد بالك اعمل ايه، وهي فليكسد على بطنه كده، هنا فليكشن وهنا فليكشن، واروح عامل لاترال روتيشن ميديا مسكاي كده، لاترال روتيشن. خلاص، وابدا افرد رجله. شوف انا بفرد ازاي، وهو كده كده اولاد، انا من عامل كده اللي هي ماسكه في بعضيها وبين الميديا المنسك. لو مكسوره هتسمع حاجه تعمل كليك تك، يبقى انت عنده انجري فين؟ في الميديا.
ارجع تاني واخليها كده انا عامل ميديا روتيشن وبعدين اعمل اكستنشن افرد. لو حصل كليك هنا اولادي لانه اللاترال تاني يبقى المكموري هعمل فليكشن للهيب وفليكشن في النيل لغايه ما اوصل عند بطني. هعمل ايه في الليج يا اولاد؟ لاترال روتيشن مره وميديا روتيشن. طب اما اعمل لاترال روتيشن وافرد يا اولاد انت بتفحص انه منسك اصلا؟ ولو عملت ميديا روتيشن خليكم فاكرين الكلام ده، لو عملت لاترال روتيشن يبقى انا بفحص انه منسكس ميديا، ولو عملت ميديا روتيشن بفحص اللاترال. انت كده بتثبت اللاترال والميديا بقى بيتحرك يحك في بعضيه. لو مكسور هتسمع صوت كليك طرقع. خلاص كده يا اولاد دي اسمها يا اولاد مكبول. يبقى درور ساين هخليني كام درجه يا اولاد؟ 90. واقعد على المشط الرجل كده ثبته واعمل فورورد ديسبيسمنت وباكورد ديسبيسمنت. المفروض لا تطلع ولا تدخل، دي عشان افحص الكروشيت ليجامنت الانتيريور والبوستيريور. طب لو انا عملت اولاد فليكشن لدي كده اهو خالص ورحت عامل لاترال روتيشن كده وابدا افرد، عارف انت بتبدا تفرد فبيبدا الايه المنسكس تحك في بعضيه. فكده اولاد لو انا سمعت صوت كليك يبقى انا اللي صم وصم على اسمنا ميديا. طب لو انا رجعته عملت ميديا روتيشن وفرات لاترال. خلاص كده اولاد يبقى الاول اسمها درور ودي اسمها يا اولاد مجموري. فاضل واحده بقى كمان بتعمل الاثنين مع بعض. معلش استاذنك هتنام على بطنك معلش بعد اذنك. معلش مسحت بارك عليك. بص يا اولاد بقى بعد اذنكم التست ده التست ده برضو مهم. بعمل ايه يا اولاد؟ طبعا يا اولاد انا عندي ده ايه يا اولاد؟ ده الانكل مش كده، وده الايه الكعب بتاع ده الهيل. خلاص فانا بعمل ايه؟ انا بديه كده يا اولاد بصوا معايا. بصوا يا اولاد الاول بضغط لتحت كده، انا بضغط الهيل يبقى انا ضغط مين يا اولاد؟ الهيل. خلاص وابدا احرك الانكل للداخل وللخارج. يبقى انا بضغط الهيل ومحرك يمين وشمال. عارف اما بضغط كده انت بتفحص مين فيهم؟ المنسكس. لو هو صرخ قال لك اي في الم يبقى تعرف ان المنسكس عنده ايه مصاب. يبقى اول حاجه يا اولاد انت اما بتضغط كده وقبل ما تحرك الانكل يمين وشمال او للداخل وللخارج انت بتفحص المنسكس ولا الليجامنت؟ منسكس. يبقى انا عملت كده او كده طبعا كده للداخل يبقى بايه الميديا والخارج يبقى اولاد ايه لا. طيب لما هفك بقى الضغط اللي هنا ده اولاد ويادوبك احرك دي كده وكده يبقى انا بفحص هنا اولاد الميديا الليجامنت واللاترال ليجامنت. اظن سهله خالص. تاني مين شاطر هيقول لي يا اولاد اما انا عامل فليكشن كده اول حاجه هضغط على الهيل، لما اضغط على الهيل واحرك الفوت يبقى المنسكس. طب لو شلت الضغط بتاعي ده وحركت كده ادي الثلاثه تيست. خلاص ده شكرا انا اتفضل. تاني يا اولاد بقى من فضلكم اظن عندكم الشيك ليست اسمعوا مني بقى يا اولاد عشان ايه ما نضيعش وقتكم. تقرا اولاد بعد اذنكم الانسبكشن طبعا هتشوف ايه ريدنس ومش عارف سويلنج وديفورميتي والسيمتريكا والكلام ده كله. خلاص والبالبيشن طبعا هتقول لي حش فيه سويلنج واذا كان سيستك اذا كان فيه ديفورميتي سيمتري مش الشيب الكلام ده كله. الرينج اوف موفمنت اظن انتوا واخدينه في تحت وادينا لكم هنا وعدته انا دلوقتي تهالي ما فيهوش اي مشكله. ما اعتقد لو سالت اي واحد فيكم على اي موفمنت ان شاء الله هتعملوه. الثلاثه تيست اولاد تاني هقول لو انا نايمت البيشنت على ظهره وتنيت ركبته فليكشن للني معلش بتكلم بالعربي عايز نفهمه 90 درجه ورحت قاعد على مشط الرجل كده مثبته بس وثبت الني بايد ورحت عامل فورورد ديسبيسمنت طلعت معايا. طب لو زقيت لورا ورجعت معايا لو ما حصلش حاجه بس لا. طيب لو هو انا منيمه على ظهره وتنيت فليكشن كومبليت فليكشن للهيب وللني لما الني جت على بطني ورحت عامل لاترال روتيشن للليج ورحت عامل اكستنشن وحصل كليك يبقى انهي ليجامنت انهي ميديا منسكس. طب لو عملت اولاد ميديا روتيشن ورحت فاتي عامل اكستنشن لو حصل كليك هيبقى مين يا اولاد؟ لاترال منسكس منسكس الغضروف. طب لو نايمت على بطن اولاد ورحت جايب الهيل بتاعه الكعب وضغطه ضغطته وبعدت احرك يمين وشمال او اسف للداخل وللخارج وحصل بين يبقى انت بتفحص مين يا اولاد؟ الميديال منسكس واللاترال منسكس. طب لو انا رفعت البريشر الضغط اللي على الهيل ده وبدات احرك الكعب يمين وشمال يبقى انا بفحص مين يا اولاد؟ التيبيال او الميديال كولاترال ليجمنت والفيبيولار او اللاترال كولاترال ليجمنت. طبعا دول اهم ثلاث فحوصات لازم تكونوا كلكم عارفينهم تالي سهلين.
واي واحد في البيت يجيب عنده اخوه صغير ولا واحد قريب ويعملوا فيه، دول السهلين ما فهمش حاجه. خلاص كده اولاد، ده طبعا ده كده ملخص سريع للحاجات. انا عايزكم تقروا التشيك ليست كويس، سهله جدا. انسبكشن وبلبش الكلام ده كله، رينج اوف موفمنت، والثلاثه تيست دول مهمين جدا، دروورز ومكموري واللي هو الابلايد اللي هو احنا قلناه جرين تيست. يا فندم اسمه، انا بقول لك اسمه ابلايز، ابلايز ما هو تشيك ليست، ابلايز اسمه ابلايز جرين تيست. الاولاني اسمه دروور والثاني اسمه مجموري والثالث ابلايز. يا اولاد جريند تيست، خلاص كده. يبقى انا اولاد اي واحد فيكم يقدر يفحص اللي هو الليجامنتس والمينسكاي، مهمين جدا يا اولاد. خلاص كده، خد بالك معايا يا اولاد، دقيقه واحده بس عشان تمشي حكايه الفورورد ديسبليسمنت، ركزوا معايا، والباك وورد ديسبليسمنت هيفحص انه ليجامنت. مين يقول لي؟ كروشيه. سمعوني، كروشيه. انما اولاد بقى، انما اولاد اللي هو الابلايز جريند اللي انا نمته على بطنه ده، وبدات افحص يمين، شلت الضغط من على الهيل وحركته الى الداخل. شفت الفرق ايه؟ يعني الاولاني بتاع الكروشيه والاخير بتاع مين اولاد؟ مش بتاع الكولاترال اللي هي الفيبولار والايه والتيبي، مش كده اولاد؟ والمينسكاي معروفه، هي المينسكاي كده ولا كده، يبقى ايه المينسكاي بتاعك؟ فهمتوني يا اولاد؟ عرفتوا ازاي؟ اللي انا بعمل لها روتيشن وافد، يبقى انا بفحص المنسكار. خلاص كده يا اولاد، ده اللي مطلوب منك في الماسكولوسكليتال، شويه الحاجات دول. واستاذنكم انتوا بتقروا تاني الانسبكشن والبالبيشن مع شويه الرينج اوف موفمنت والثلاثه تيست اللي انا قلت لكم عليها، عشان انا عايز اي حد ان شاء الله يوم الامتحان يسالك دروور ولا مكموري ولا ابلاي جرينز، تعرف تعمله. واظن سهلين. حد فاهم حاجه؟ هذا سياره الفطار.